النهاردة هنراجع على آخر درس للفور نايتس لصالح الأسود. احنا غطينا معظم تفريعات الفور نايتس للأبيض من فيديو 1 لغاية فيديو 5، وفيديو 6 و 7 ده لصالح الأسود. كده احنا خلاص يبقى غطينا معظم لينات الفور نايتس بالأبيض وبالأسود. طبعا احنا مش مفيش حاجة اسمها نغطيها 100%، احنا بنغطيها بنسبة 60% 70%، ولازم يبقى عندك انت إضافة، مينفعش نغطي كل شيء. وإن شاء الله من الفيديو رقم 8 هنبتدي نبتدي نخش في تدريبات مختلفة، تشكيلات مختلفة، لعب استراتيجي، نهايات. المطلوب منك خلال الفترة دي، خلال الأسبوع ده، اللي أنت تراجع على الفيديوهات اللي أنا عملتها لك. طبعا معظمها احنا درسناها قبل كده. موفقين إن شاء الله. هعيد نفس الترتيب عشان بس اللي بينسى او اللي فاتوا الفيديوهات اللي فات ما شافهاش كويس. احنا في الفور نايتس لصالح الاسود: e4 e5 نايت اف 3 اعطيني جندي، نايت سي 6 نايت سي 3 نايت اف 6 بيشوب بي 5. احنا غطينا طبعا في الدرس اللي فات هو الدرس رقم 6 غطينا نايت دي 4 غطينا نايت دي 4 نايت تيك جندي تيك، غطينا اي 5. فاللي عايز يبص على اي 5 كويس يتفرج على ليسون 6. هنا هنراجع على نايت دي 5. طبعا النقله دي مش حلوه، مشكوك في صحتها. بكل بساطه باكل نايت تيك دي 5 جون دي تيك دي 5، ابتدي اسال الفيل ده وين تروح، اي 6 وين تروح. عنده هنا طبعا في خطوط وايد، في هنا يرجع هنا وفي هنا وفي هنا وفي هنا. طبعا افضل نقله هنا لاما دي 3 لاما اي 2. لو رجع في سي 4 او اي 4 بلعب له بي 5. يعني لو رجع في السي 4 هنا او هنا بلعب له البي 5. هات الفيل. الكلام ده لو رجع في اي 4 وسي 5. طب لو رجع في الاي 2، في الاي 2 بكل بساطه هنا بلعب نقله ضد القواعد. بلعب له بيشوب دي 6. هتقول لي يا كابتن ايه دي النقله دي، قفلت على الجندي. اقول لك مؤقتا، النقله دي مؤقتا بيشوب دي 6. الفيل ده هيخرج من هنا خلاص، هتضغط على هذه النقطه، مش هيعرف يحمي الجندي ده حمايه جيده. فمنطقي هنا انه يبيت تبيت تبيت. هنا طبعا عنده اختيارات، لا اما يلعب دي 3 لا اما بيشوب اف 3، او لا المنطقي انه يعمل دي 3. طبعا عمل نقله زي سي 3 اكنه ما عملش حاجه، ممكن تسيبه وتلعب كوين اف 6 تسيبه. طيب لو لعب نقله منطقيه زي دي 3 بكل بساطه بي 5 عشان ابتدي اهجم على هذه النقطه. بي 5 بي 5 نفترض عمل نقله زي بيشوب اف 3 بيشوب بي 7 برضك بيشوب بي 7. نفترض انه راح مزود الحمايه في سي 4، لا ما تاكلش بالتجاوز عشان ما تفتحش مجال للوزير، برضك سي 6 اديني الفيل. الضغط كله على هذه المنطقه، الضغط هنا كله. هنا طبعا عنده كذا خط، ممكن يعمل بي 3 او روك اي 1. نفترض لعب نقله مثلا زي بي 3 بي 3، انت هنا عندك كذا شيء. ادام المربع ده مؤمن انت ممكن تلعب مثلا نقله زي اف 5 على سبيل المثال. لو عمل بي 3 اف 5، اف 5 دي نقله غريبه شويه بس انت هتفهمها كمان كم نقله كده هتفهم معناها. منطقي يعمل نقله زي بيشوب بي 2 اديني الجندي كوين اف 6. طيب هنا النقله الصحيحه انه يعمل نقله زي كوين دي 2، كوين دي 2 دي النقله الصحيحه. اشوف منكم مين اللي يتوقع نقله الاسود ايه لو لعب كوين دي 2 او لعب روك اي 1. نفترض انه لعب نقله زي روك اي 1 او كوين دي 2. عندكم نقله قويه هنا، اشوف اللعيبه الهجوميه تقترح ايه. اللعيبه الهجوميه مظبوط جي 5. طبعا لو لعب نقله زي روك اي 1 هنا الموقف عادي يسمح لي بجي 5 عادي خالص، عايز اموت الفيل جي 5. حتى لو عمل جي 3 ماشي اعمل له جي 4. افترض اعمل نقله زي جي 3 هنا ممكن ابدا الاول مثلا باف 4 اف 4 عايز اعمل جي 4، او ممكن اعمل جي 4 انا باخد مساحه جي 4 يرجع H5. الموقف ده يسمح لي عادي اعمل كده خالص، ما في مشكله. النقله القادمه هلعب روك اي 8 وكوين واف 4 روك اي 8، او ممكن اخر روك اي 8 ممكن العب اف 4 على طول بفكره على حسب نقلته. ممكن اكل او العب اف 3 اخلي الفيل ده خالص خارج اللعب.
فاذا الفكره دي الهجوميه دي حطها في بالك. طبعا طول ما الجندي ده هنا ما تخافش، ولو اكل جندي ضرب جندي هياكل بالجندي عادي، ما تاكلش بالفيل، هياكل بالجندي، اكل بالجندي عشان انا الفيل ده هستخدمه بعد كده اللي انا اهجم على هذا على صوب الملك. فاحنا شفنا دلوقتي الافكار كيف بيشوب دي 6 طورناها بهذه الفكره ان نحط الفيل هنا اهو، وبيتم تطويرها وضع قطع في صوب الملك وهذا وخلق هذا الهجوم. نرجع بقى شوي. طيب طب نفترض هنا A6 دي A6 هنا انا نسيت اقول لك على نقله. هنا اذا بيشوب C4 بلعب له B5، لكن لو لعب بيشوب A4 تختلف شويه. طبعا بيبقى ممكن برضك B5 مش غلط، هعمل B5 هيعمل بيشوب B3 بدي له كش. الكش دي مكاره شويه، الكش دي مكاره، طبعا لازم نغطي بالوزير. اشوف هنا في حاجه اسمها ايه؟ بوزيشنال ساكريفايس، تضحيه موقفيه عشان احصل بيها شيء. طبعا احنا عارفين اهداف التضحيه الموقفيه اللي هي كذا هدف، ان انا اخرب صوب الملك، ان انا انشط القطعه بتاعتي، ان انا اخرب هيكل الجنود بتاع خصمي، بيسموها بوزيشنال ساكريفايس، تضحيه موقفيه. مين شافها يا شباب؟ مظبوط، دي 3 مظبوط. طبعا لو كل، بص طبعا الجنود كده خربانه ازاي؟ بكل بساطه عندي كذا اختيار، ممكن مثلا اكل وزير في وزير واطلع بالفيل في اي مكان وبيت، ممكن اعمل بيشوب B7 وبيت طويل او على حسب الموقف. الفكره بكل بساطه بص الجنود دي خربانه ازاي؟ لا يخوف، عنده جنود خربانه ضعيفه. فالفكره دي حطها في بالك. فعشان كده بيشوب A4 مش حلوه، ولو بيشوب C4 هلعب له B5. ولو بيشوف C4 هعمله B5، ولو بيشوف D3 هديله كش. إذا عمل بيشوف D3 هنا المنطقي إن أنا أديله كش، أحسن إن أنا هنا أديله كش. لو بنت بالوزير بكسر عادي مفيش مشكلة، وبكمل انتشار زي ما وريتك في أول الفيديو، بكمل انتشار بكل بساطة. طيب نرجع كده، يبقى إحنا شفنا هنا إذا نايت D5 إذا أكل حصان، إذا بعد نايت دي 4 إذا أكل نايت تيك تيك، إذا عمل نايت دي 5 بياكل عادي تيك تيك، وبسأله A6 هتروح فين؟ طبعًا المفروض اللي أنت الفيديو ده ما تشوفوش مرة واحدة، شوفه مرة واثنين وثلاثة. أنا بعمل لك فيديوهات قصيرة مش طويلة، يعني أقصى فيديو هنا مدته حوالي 16 17 دقيقة، لكن في معلومات مهمة طبعًا. فإحنا شفنا دلوقتي المفروض الفيديو ده يتعاد مرة واثنين وثلاثة عشان أشوف لو مشي في A4 أتعامل معاها إزاي؟ لو مشوا في E2 او مشوا في C4 بتعامل معاها ازاي؟ اوكي؟ طيب نرجع بقى كده خطوه. نفترض انت لعبت نايت D4، لعب لي نقله زي مثلا بيشوف C4. حاول اضحك عليا. طبعا هنا ما تجيش بقى تاكل حصان. هتروح منشط للوزير، شو استفدت؟ طب اعمل ايه؟ طب اعمل ايه في الموقف ده؟ هاكل حصان؟ طب دلوقتي وعايز ياكل من الجندي، طب اتصرف ازاي؟ بكل بساطه فاكرين المبدا بتاع فرق الانتشار والسلاح. هنستخدم هنا مبدا فرق الانتشار والسلاح. حد كده يقترح لي نقله؟ ما تنساش ان برضك ايه الفيل ده لسه مقفول عليه، يعني هيدي لك فرصه انك تستغل فرق الانتشار كمان شويه. طب ايه النقله المقترحه هنا؟ انا انت مش عايز اكل عشان ما نشطش الوزير. فاحنا في كام؟ لو تفتكروا في جنبيه الملك كينجز انديان ما بخافش على هذا الجندي، لا تخاف عليه. طيب يبقى اعمل ايه؟ برافو، بيشوف سي 5 نقله انتشاريه. برافو عليك. اخرج الفيل الاول، ما اجيش العب دي 6، لا اخرج الفيل. انا عنده خطين، لا اما يبيت لا اما ياكل الجندي. انا هوريك الاصعب، التبييت انا مش هقول لك كيف تعملها، انت ضيف من عندك، انت فكر. دي قواعد، انت فكر لو بقيت اعمل ايه. ان انا هنا اللي مقترحه ان هو ياكل الجندي، عايز هذا الجندي بكش او عايز بكش او ياكله بالحصان. طب هتعامل ازاي مع هذا الموقف؟ الموقف ده هستخدم فيه السلاح. طبعا المفروض انك عرفته. هتقول يا كابتن ايه السلاح في الموقف ده؟ مش انا قلت لك من شويه الفيل ده مقفول عليه وعايز استغل فرق الانتشار، المبادره، عايز استغل فرق الانتشار والمبادره. كيف اخلق فرصه المبادره؟ كيف؟ يلا مين فيكم شافها يا شباب؟ نقله خطيره. برافو عليك، دي 5 استاذ، برافو عليك، دي 5. هياكل بايه؟
هياكل بايه؟ طبعا لو كلب الجندي هلعب له كوين اي 7 قويه، لو كلب الجندي هلعب له كوين اي 7 قويه. لو كلب الحصان هاكل نايت تيك اي 4، طب يبقى منطقي ياكل بايه؟ لو كلب الحصان هاكل هذا الجندي وقطعي نشيطه جدا. طيب منطقي ياكل بايه؟ منطقي ياكل بالفيل. جميل؟ طيب اعمل ايه في الموقف ده؟ بكل بساطه اتعامل ازاي مع الموقف ده؟ احنا بنعتمد على الفرق الانتشار. برافو تبيت، برافو تبيت. تبيت دي قوية جدا. عايز اعمل كوين اي 7، عايز اعمل كوين اي 7 على الحصان وعلى هذا الجندي، هيبقى هجوم قوي جدا عند الاسود. يبقى هنا لازم يعمل ايه؟ لازم يبيت. راح مبيت. ايه هنا المنطقية هنا يا شباب؟ مظبوط، كوين اي 7، كوين اي 7، هات الحصان، رجع نايت اف 3. بكل بساطة هسيبه سي 6، بيشوف جي 4 الأول، بيشوف جي 4، عايز أخرب له صوب الملك، عايز أخرب له صوب الملك. طب هيعمل فيه لازم يفتح القطعة، طبعا لازم يفتح القطع يلعب نقله مثلا زي دي 3. لو انت طبعا الجندي ده انا ما اقدرش اقول لك ان الجندي ده كويس، لو انت خايف على الجندي ده طبعا ده انا ما بفكرش فيه. لو كاله هلعب له روك بي 8، يعني لو كان جندي زي ده هلعب له روك بي 8، وكمان هيزود الطينه بله، هيزود هجيب قطع كمان ده تخش في الهجوم، فمنطقي يلعب نقله زي دي 3. طبعا هنا مظبوط سي 6، امشي الفيل شويه من هنا وات ايفر بقى، مشي في اي مكان، مشي في سي 4 او مشي في بي 3 مش فارقه. هعمل ايه؟ فكر وقول لي. طبعا انت هنا خسران جنديين، عمل مثلا بيشوف ما اكلوش، مش محتاج اكله. مبدئيا 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6 7 8، انت خسران جنديين بس قطعك نشيطه، والتسمير ده مسبب له لعوزه مضايقه. طيب اعمل ايه في الموقف ده؟ مفيش حاجه واضحه طبعا. هنا في كذا فكره. انت ممكن هتقول لي يا كابتن اعمل نايت دي 7 بفكره نايت اي 5، اقول لك تستحق الدراسه، مش وحشه، مش وحشه، بس عندك احسن، عندك لعب اسرع، يعني الفكره دي ممكن استخدمها، ممكن، بس في احسن. ساعتها هيلعب لي بيشوف اف 4 ويحط لي الفيل هنا اهو، والفيل هيبقى في صوب الملك مداري على الملك، يبقى انا عايز امنع بيشوف اف 4، يبقى اعمل ايه؟ برافو مظبوط، نايت اتش 5، نايت اتش 5، نقله مزعجه جدا، منعله بيشوف اف 4، وفي نفس الوقت فتحت مجال للوزير، يعني فتحت مجال جيد للوزير. شايفين في مجال للوزير. اوكي طب ان المنطقيه هنا، طبعا ان المنطقيه انه يعمل بيشوف اي 3، يبقى هنا يبقى الوقت المناسب دلوقتي اعمل ايه؟ ان المنطقيه طبعا في الموقف ده ممكن اكل حصان في حصان، بس الافضل اكل بالفيل، او ده الوقت اللي انا بعطي الفيل ليه؟ عندي حصينه قويه. هتقول لي يا كابتن الفيل مهم، اقول لك اوكي احنا دلوقتي في مراحل تكتيك، انت اديته الفيل بس انت عندك دلوقتي حصانين نشيطين جدا وعنده المربعات السوداء ضعيفه، شايفين المربعات السوداء عامله ازاي؟ والملك ضعيف. طب ايه الناله المنطقيه هنا يا شباب؟ لو جبنا اي طفل صغير بيتعلم الشطرنج في هذا الموقف هيلعبها على طول، طبعا اكيد انتوا عارفينها مش محتاجة تفكير، كوين اتش 4، مظبوط كوين اتش 4. طبعا كوين اتش 4 دي خلاص ده كده، لو كل هتقول له مشكور، لو كل مشكور مشكور. وعايز انت عايز كذا شيء، عايز نايت اف 4، عايز بيشوب دي 6، عايز نايت اف 4، عايز عندك نقلات كثيرة. طبعا هنا الموقف ده في صالح الاسود، يبقى انت شفت كده لو كان منك الجندي بتاع الاي 5، شفت كيف استخدمت فرق الانتشار واستخدمت السلاح دي 5، نقله دي 5 انا بحبها جدا النقله دي. طبعا هنا انت خسران جنديين بس عندك هجوم وعندك تعويض في المربعات السوداء. انا ما احبش العب موقف زي ده بالابيض، انا الموقف ده افضل اني العبه بالاسود.